السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا خير الموفقين بإذن الله تعالى. طيب، أعتقد كده إن الصوت واصل لحضراتكم كويس. إن شاء الله، إن شاء الله، أهلاً وسهلاً بكم. طيب، أعتقد إن الأخت أليجيا ربنا يجزاها خير وضعت لحضراتكم الملخص على إحدى المواقع، يعني هي أرسلته لي الموقع بس مش بيفتح معايا للأسف يعني. تمام؟ وإن شاء الله يعني أنا كلمت العمادة اليوم بخصوص المنتديات الخاصة بينا، يعني منتديات المناقشة، إن شاء الله هحاولوا يفتحوها في خلال الفترة الجاية بإذن الله تعالى، إن شاء الله. طيب، في المحاضرة الماضية أمس كنا انتهينا من شرح الفصل الرابع، وكنا متوقفين عند الأسئلة التطبيقية على هذا الفصل، تمام؟ يا ترى نبدأ الأسئلة مع بعض، جاهزين؟ جاهزين نبدأ الأسئلة مع بعض إن شاء الله؟ تمام. وطبعا كالعادة يعني أنتم بتساعدوني في حل الأسئلة، لأن الهدف من الأسئلة إن إحنا بننشط ذهننا مع بعض يعني. طيب، السؤال الأول بيقول: يتكون الإطار العام، يتكون الإطار العام لإتمام عملية المراجعة البيئية، يتكون الإطار العام لإتمام عملية المراجعة البيئية الخارجية من خمسة خطوات، ألف صحيح وباء خطأ، ألف صحيح وباء خطأ. برافو يا علي، تمام، برافو، هايلين ما شاء الله عليكم، علا وسميرة وهيا ومعاك وريد، كلكم ممتازين ما شاء الله. فعلا الإطار العام بيتكون من خمس إيه؟ من خمس خطوات. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول: المصادر الثانوية للمعلومات، المصادر الثانوية للمعلومات، أمس انهينا الفصل بالنقطة دي، أخذنا مصادر أولية ومصادر ثانوية، فاكرينهم؟ المصادر الأولية قلنا إن إحنا بنجمعها من المجال لأول مرة من خلال الاستبيان أو الاستقصاء، أما الثانوية بمجرد ما بناخد البيانات الأولية ونستخدمها وننشرها أصبحت إيه؟ ثانوية. طيب، نشوف السؤال بيقول: المصادر الثانوية للمعلومات هي تلك التي سبق جمعها والاستفادة منها، ألف صحيح وباء خطأ، هذا صحيح وباء خطأ، ما شاء الله ما شاء الله، هيدوين فعلا الإجابة هي ألف صحيح. طيب، سؤال بعد كده رقم ثلاثة: السؤال الثالث اختيارات، بيقول السؤال الثالث: المتغيرات الاجتماعية والتي قد تمثل فرصة أو تهديد، للمنظمات من أمثلتها ما يلي: المتغيرات الاجتماعية والتي قد تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات منها أو من أمثلتها ما يلي: ألف، التكنولوجيا المتاحة حاليا. ينفع يعول الكلام ده؟ ما ينفعش يا واد، تمام. إيه اللي جاب التكنولوجيا دي؟ المتغيرات الاجتماعية. برافو يا هيا، تمام. طيب، إذا ألف مش هتمشي معانا، هي التكنولوجيا المتاحة حاليا. طيب، نشوف بقى.
معدلات الضرائب. ب معدلات الضرائب برضه ما ينفع. طيب ماشي، اذا ا ما تمشي معانا وب مش هتمشي معانا. طيب نشوف ج، الدخول والموازنه ومعدل الفائده. الدخول هو معدل الدخول، يعني الدخول والموازنه ومعدل الفائده. مش هينفع وأولى سبقت وقال الدال ذكية ما شاء الله وعبير برضو قال الدال، لأن أكيد هتكون فيها دال. طيب نشوف دال. دال بتقول إيه؟ التوزيع العمري للسكان ومعدلات الهجرة. توزيع السكان يعني حسب الأعمار بتاعتهم، التوزيع العمري للسكان ومعدلات الهجرة. تمام، برافو عليكم. إذن الإجابة على السؤال الثالث اللي بيسأل عن المغيرات الاجتماعية هي دال التوزيع الخاص بالسكان حسب العمر ومعدلات الهجرة. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع بيقول تتحدد القوى التكنولوجية. تتحدد القوى التكنولوجية المؤثرة على المنظمة في الآتي. تتحدد القوى التكنولوجية المؤثرة على المنظمة في الآتي. ألف، التكنولوجيا المتوقع تطبيقها في المنظمة. التكنولوجيا المتوقع تطبيقها في المنظمة. ينفع يا علا؟ ما ينفعش يا علا. المتوقع تطبيقها مش الحالية، ها ما تتسرعيش يا ريم، برضو الكلام لك يا ريم. تمام تمام. طيب اذا الف، التكنولوجيا المتوقع تطبيقها في المنظمة اللي تنفع معنا. رقم باء، مستوى تطبيق الادارة الالكترونية في المنظمة. مستوى تطبيق الادارة الالكترونية في المنظمة. تمام يا هيا، مظبوط. مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة، ماشي. طب نشوف جيم، والله مش من عندي يا ميعاد، يعني أشوف الصوت عندك لأن أنا الصوت على الآخر، وبرضه تاني مرة أود أتأكد منه على الآخر يعني. طيب، ألف، التكنولوجيا المتوقع تطبيقها في المنظمة. باء، مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة. جيم، درجة التغير المتوقعة على المستوى الدولي. درجة التغير، تغير ايه؟ ما محددش. درجة التغير المتوقعة على المستوى الدولي. طيب نشوف ذلك، الظروف الاقتصادية المتوقعة مستقبلا. ايه الإجابة الاقتصادية للتكنولوجيا؟ الظروف الاقتصادية المتوقعة مستقبلا. وبالتالي سميرة بتقول باء، فعلا الاجابه هي باء، اللي هي مستوى تطبيق الاداره الالكترونيه في المنظمه. برافو يا سميره، برافو يا هيا. تمام، اذا الاجابه على السؤال الرابع هي باء، مستوى تطبيق الاداره الالكترونيه في المنظمه. طيب السؤال اللي بعد كده رقم خمسه بيقول الاطار العام، الاطار العام لاتمام عمليه المراجعه البيئيه. الإطار العام لإتمام المراجعة البيئية الخارجية. احنا قلنا ان هو بيتكون من خمس خطوات، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ خدنا سؤال في الأول. طيب الإطار العام لإتمام المراجعة البيئية الخارجية يتكون من ألف، اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. ألف، اختيار المتغيرات البيئية ومصادر المعلومات. ماشي، اتفق معاك. ماشي، الف صحيح. طب نشوف باء، باء، التنبؤ بالعرض والطلب. باء، التنبؤ بالعرض والطلب. ينفع؟ مش موجود عندنا. طيب جيم، تكوين مصفوفة الارباح التنافسية. جيم، تكوين مصفوفة الارباح التنافسية. صحيحة برضه، صحيحة ما شاء الله. طيب يبقى ايه؟ تبقى الاجابة دال، الف وجيم معا. دال، ألف وجيم معا.
مظبوط، تبقى الإجابة على السؤال الخامس دال اللي هي ألف وجيم معا. وزي ما قلت لكم قبل كده فيها مشكلة، لو أنا شلت إجابة وخليت مثلا إجابة واحدة أشيل لكم مثلا دال اللي هي ألف وجيم وأخلي وأغيرها بإجابة تانية وأخلي مثلا متغير واحد بس هو الصح، ما فيش مشكلة. طيب السؤال اللي بعد كده السؤال السادس، من المتغيرات السياسية والقانونية، من المتغيرات السياسية والقانونية التي تعتبر فرصة أو تهديد للمنظمة، من المتغيرات السياسية والقانونية التي تعتبر فرصة أو تهديد للمنظمة، ما يلي: ألف انعكاس الوضع السياسي السابق، انعكاس الوضع السياسي السابق على استراتيجيات المنظمة، الوضع السياسي السابق مش الحالي. طيب ماشي، برافو عليك، عايزين انعكاس الوضع السياسي السابق على استراتيجيات المنظمة. ب القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة، ب القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة. تمام، برافو عليكم، القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة. طيب جيم، التغير في أسواق العملاء، جيم التغير في أسواق العملاء، أنا بسأل على المتغيرات السياسية والقانونية، هل التغير في أسواق العملاء يعتبر من هذه المتغيرات؟ طيب نشوف دال، نكمل دال، دال معدل البيانات المتاحة عن المنافسين، معدل البيانات المتاحة عن المنافسين، ما ينفعش. يبقى الإجابة على السؤال الخامس اللي هي باء اللي هي القواعد، السؤال السادس سوري، السؤال السادس اللي هي رقم باء القواعد الحكومية والظروف السياسية السائدة يا سمير، باء وليس ألف، باء وليس ألف. تمام، طيب السؤال السابع، من أهم المتغيرات الاقتصادية، السؤال السابع، من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمة ما يلي، من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمة ما يلي. فاكرين المتغيرات الاقتصادية ولا نسيتوها؟ طيب ألف معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، ب اتجاه المرأة إلى سوق العمل، ب اتجاه المرأة إلى سوق العمل. طيب نشوف جيم، جيم معدلات التعليم بالدولة، جيم معدلات التعليم بالدولة، ما ينفعش برضه. طيب دال لا شيء مما ذكر، دال لا شيء مما ذكر، صحيح ألف خطأ وباء خطأ وألف وباء وجيم خطأ، وبالتالي تبقى الإجابة ولا واحدة منهم صحيح، لأن المغارات الاقتصادية زي ما أخذناها أمس اللي هو مستوى الدخل المتاح ومعدلات الفايدة ومعدلات الضرائب وسوق المال واتجاهات البطالة وسوق العمل وأنماط الاستهلاك والتقبلات الاقتصادية إلى آخره، ديت المغارات الاقتصادية. أما ألف صحيح خطأ وباء خطأ وجيم خطأ، وبالتالي تبقى الإجابة ولا شيء. طيب ناخذ السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 8، سؤال قبل الأخير رقم 8، هم 9 أسئلة. طيب بيقول من وسائل جمع البيانات الأولية، خلوا بالكم كان عندنا نوعين من البيانات، بيانات أولية وبيانات سنوية، كنا بنجمع البيانات الأولية بحاجتين كده، هشوف هتضربوهم ولا إيه. من وسائل جمع البيانات الأولية في المنظمات ما يلي، من وسائل جمع البيانات الأولية في المنظمات ما يلي: ألف الاستبيان والملاحظة للعملاء، ألف الاستبيان والاستقصاء، يعني يا وائل
يا وائل يا وائل لا تتسرع يا وائل. ألف الاستبيان والملاحظة للعملاء. ماشي أوكي صح. هيا وريم وعلا تمام. باء الدوريات والصحف والنشرات. باء الدوريات والصحف والإيه والنشرات. جيم سجلات الشركات والهيئات الحكومية. تمام يا علا سجلات الشركات والهيئات الحكومية. دال باء وجيم معا. دال باء وجيم معا هي باء وجيم خطأ أساسا. برافو يا عليك برافو يا رين. تعلم اللي هي ألف هي الاستبيان الملاحظة. تمام يا عائشة. طيب إذا الإجابة على السؤال رقم 8 هي وسائل جمع البيانات الأولية هي الاستبيان أو الاستقصاء يعني والملاحظة المباشرة للعملاء. آخر سؤال في هذا الفصل هو السؤال رقم 9. سؤال سهل قوي انتوا عارفين. السؤال بيقول تتحدد المصادر الاساسيه. تتحدد المصادر الاساسيه للمعلومات البيئيه داخل المنظمات في الاتي. تتحدد المصادر الاساسيه للمعلومات. تتحدد المصادر الاساسيه للمعلومات البيئيه داخل المنظمات في الاتي. طيب يا علا انا هغير الاجابه الان يا علا اخليها لا شيء من مصادر عشان كده حرقت الاجابه عليا. ماشي طيب نكمل. الف لا كويس انا بضحك. لا 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 والله انا يعني بنصح معاك. لا ممتازه كلكم ممتازين والله ما شاء الله عليكم. يعني انا بفتخر بيكم والله ممتازين ما شاء الله. طيب نكمل السؤال. نكمل السؤال. تتحدد المصادر الأولية للمعلومات البيئية داخل المنظمات في الآتي. ماشي. ألف المصادر الإقليمية والمحلية. المصادر الإقليمية والمحلية ما تنفعش والله ده الشرف الكبير لي أنا دلال. يعني أنتم ممتازين ما شاء الله عليكم. يعني إن شاء الله كده تشوفوا في الماجستير والدكتوراه إن شاء الله. ألف المصادر الإقليمية والمحلية. باء المصادر الاستراتيجية للمنافس. إن شاء الله تاخدوا ماجستير ودكتوراه كمان إن شاء الله ويكون على إيدي بإذن الله. يبقى أقول السؤال من الأول. تتحدد المصادر الأساسية للمعلومات داخل المنظمات في الآتي. ألف المصادر الإقليمية والمحلية. باء المصادر الاستراتيجية للمنافس. جيم المصادر الأولية والثانوية. المصادر الأولية والثانوية تمام ما شاء الله عليك. دال جميع ما ذكر. دال جميع ما ذكر وطبعا دال دي ما تنفعش ولا ألف تنفع ولا باء تنفع وبالتالي تبقى الإجابة هي جيم المصادر الأولية والإيه والثانوية ما شاء الله عليك. طيب نبدا بقى. احنا خلصنا كده الفصل الرابع تماما. اخذنا الملخص بتاعه امس واليوم اخذنا الاسئله الخاصه به وان شاء الله في الوقت المتبقي بنبدا في الفصل الايه الخامس ان شاء الله. الفصل الخامس بعنوان التنبؤ بالمتغيرات البيئيه الخارجيه. التنبؤ الفصل الخامس بعنوان التنبؤ بالمتغيرات البيئية الخارجية. قبل ما ابدا في الفصل الخامس برضو اعيد على حضراتكم ان الاخت اريج ربنا يجزاها خير موجودة معانا الان هي بتقول حتى هي سبقتني بتقول الملخص ارسلته ليك على الخاص. لا ارسلت لي الرابط يا اريج وبعدين مش بيفتح معايا. يعني الرابط اخدته ومش بيفتح معايا خالص. بس اتمنى انه يكون بيفتح مع الزملاء. ان شاء الله انا بشكرك على الجهد اللي انت بتقومي بيه وان شاء الله المشكله دي هنحلها قريب ان شاء الله. انا كلمت العماده اليوم مره اخرى انهم ان شاء الله يشوفوا موضوع المنتديات لانها يعني عند اكثر من زميل. المنتديات ما بتشتغلش عند اكثر من زميل يعني.
إن شاء الله نشوف لها حل قريب بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجزاكم خير جميعا، إن شاء الله موفقين بإذن الله. طيب نكمل الفصل بإيه؟ الفصل الخامس. الفصل الخامس بعنوان التنبؤ بالمتغيرات البيئية الخارجية. عنوان جميل، تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. عنوان جانبي، تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. نقطتين، يمكن تحديد الخصائص التي تميز أي بيئة تنظيمية. يعني أي بيئة تنظيمية في خصيتين كده هم اللي بيميزوها. طب هنشوف، هنقولهم دلوقتي نتكلم عنهم. يمكن تحديد الخصائص التي تميز أي بيئة تنظيمية من خلال بعدين أساسيين هما: واحد، درجة التغير. اثنين، درجة التعقيد. يعني البعدين دول هما اللي بيميزوا أي بيئة تنظيمية، وخاصة البيئة الخارجية. درجة التغير، هل درجة التغير سريعة ولا منخفضة، ودرجة التعقيد بسيطة ولا إيه ولا شديدة. طيب هنشوف، هنفهم دلوقتي. ومن خلال التفاعل، بين هذين البعدين، هي درجة التغير ودرجة التعقيد، يعني ومن خلال التفاعل بين هذين البعدين يمكن أن نميز بين أربعة ملامح أو أنواع. يمكن أن نميز بين أربعة ملامح أو أنواع متدرجة للبيئة التنظيمية، التي تواجه الإدارة هي كالتالي. الأربع أنواع هم اللي أنا أقولهم دلوقتي: واحد، بيئة بسيطة وثابتة. واحد، بيئة بسيطة وثابتة. اثنين، بيئة بسيطة ومتغيرة. يعني اما درجة التغير يا اما ثابتة يا اما ايه متغيرة، يبقى بيئة بسيطة وثابتة، وبيئة واثنين بيئة بسيطة وايه ومتغيرة. طب نشوف ثلاثة، هي على التعقد بقى. ثلاثة، بيئة معقدة وثابتة. أربعة، بيئة معقدة ومتغيرة. يبقى أنا عندي بيئتين اثنين، بسيطة ومعقدة أو متغيرين اثنين. كل واحد بالنسبة للبيئة البسيطة، يا إما هتبقى بيئة بسيطة وثابتة، أو بيئة بسيطة وإيه ومتغيرة. بالنسبة للتعقد، يا إما هتبقى بيئة معقدة وثابتة، أو بيئة معقدة وإيه ومتغيرة. دول الأربع بيئات اللي موجودين عندنا. مع ملاحظة ما يلي: الملاحظة الأولى، واحد، البيئة البسيطة تعني عدد قليل من المتغيرات. البيئة البسيطة تعني إيه؟ عدد قليل من المتغيرات. طب تبقى البيئة المعقدة إيه؟ العكس على طول، ها؟ العكس مباشرة. البيئة البسيطة عدد قليل من المتغيرات، تبقى البيئة المعقدة تعني عدد كبير من المتغيرات. يبقى واحد، البيئة البسيطة تعني عدد قليل من المتغيرات. اثنين، البيئة المعقدة تعني عدد كبير من المتغيرات. طيب ثلاثة، البيئة الثابتة. البيئة الثابتة تعني استقرار المتغيرات، المتغيرات مستقرة. تمام، يبقى البيئة الثابتة تعني استقرار الايه المتغيرات. أربعة، البيئة المتغيرة تعني عدم استقرار وتغير المتغيرات، عكس بعض. يبقى البيئة البسيطة عكس المعقدة، والبيئة الثابتة عكس الايه المتغيرة. طيب ومن خلال ما سبق، نقطة من أول السطر، ومن خلال ما سبق نجد أن عملية التنبؤ البيئي، تتوقف على ما يلي. واحد، عدد المتغيرات البيئية، بسيط ولا كتير، ها؟
واحد عدد المتغيرات البيئية، اثنين التداخل والتفاعل بين هذه المتغيرات، التفاعل والتداخل بين هذه المتغيرات، ثلاثة ثبات أو استقرار هذه المتغيرات، ثبات أو استقرار هذه المتغيرات. يبقى دول ثلاث عناصر بتوقف عليهم عملية التنافر دي، عدد المتغيرات، التداخل والتفاعل بينهم، ثم الثبات والاستقرار الخاص بهذه المتغيرات. طيب عنوان في وسط سطر مهم جدا، استراتيجيات نمو المنظمه، وهذا العنوان مهم جدا، استراتيجيات نمو المنظمه. نقطتين من اول السطر، ده عنوان في وسط السطر عشان نفهم الناس ان هو مهم جدا. طيب عنوان من اول السطر، يمكن للمنظمه ان تحقق النمو من خلال اتباع طريقتين هما، يمكن للمنظمة أن تحقق النمو من خلال اتباع طريقتين هما، واحد تحسين المنتجات الحالية، تحسين المنتجات الحالية، وده صحيح يحاولوا يحسنوا المنتجات الموجودة. طيب أو رقم اثنين بقى، اثنين إضافة منتجات جديدة. يبقى فعلا هم دول الاستراتيجيات الخاصه بنمو المنظمه، يا اما احسن المنتجات اللي موجوده عندي حاليا او اضيف منتجات اخرى جديده. طيب وفي ضوء ذلك، من اول السطر، وفي ضوء ذلك يمكن للمنظمه وضع استراتيجيه نمو لها، وضع استراتيجيه نمو لها، وذلك من خلال اتباع تحليل، وذلك من خلال اتباع تحليل من ثلاثة مستويات، من خلال اتباع تحليل من ثلاثة مستويات. المستوى الأول، المستوى الأول الفرص الحالية المتاحة أمام المنظمة، المستوى الأول الفرص الحالية المتاحة أمام المنظمة، ما بين قوسين بنسميها فرص النمو المكثف، بنسميها فرص النمو المكثف. المستوى الثاني الفرص المتاحة من خلال التكامل مع شركات أخرى، المستوى الثاني الفرص المتاحة من خلال التكامل مع شركات أخرى. ما بين قوسين بنسميها النمو الاندماجي، بنسميها النمو الاندماجي. طيب المستوى الثالث الفرص الموجودة خارج قناة التسويق، الفرص الموجودة خارج قناة التسويق. ما بين قوسين بنسميها النمو المتنوع، بنسميها النمو المتنوع، اللي هي الفرص الموجودة خارج قناة التسويق. طيب العنوان اللي جاي مهم جدا، او الفقره اللي جايه مهمه جدا ايضا، نقطه من اول السطر، وبالتالي فان المنظمه يمكنها ان تاخذ نمطا، وبالتالي فان المنظمه يمكنها ان تاخذ نمطا من استراتيجيات النمو التالي، من استراتيجيات النمو التالي، واحد الاستراتيجية الأولى، واحد استراتيجية النمو المكثف، استراتيجية النمو المكثف، وهذه الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تتضمن الاستراتيجيات الفرعية التالية، ألف استراتيجية التغلغل في السوق أو غزو واختراق السوق، ألف استراتيجية التغلغل في السوق أو غزو واختراق السوق، باء استراتيجية تطوير السوق، استراتيجية تطوير السوق، جيم استراتيجية تطوير
تطوير المنتج. ده الاستراتيجية الايه؟ الأولى اللي هي استراتيجية النمو المكثف، لها ثلاث استراتيجيات فرعية، طيب هما ثلاث أنواع من الاستراتيجيات. اثنين، استراتيجية النمو التكاملي أو الاندماجي. استراتيجية النمو التكاملي أو الاندماجي. وهذه الاستراتيجية تتضمن الاستراتيجيات الفرعية التالية. ألف، استراتيجية التكامل الخلفي. استراتيجية التكامل الخلفي. ب، استراتيجية التكامل الأمامي. استراتيجية التكامل الأمامي. جيم، استراتيجية التكامل الأفقي. استراتيجية التكامل الأفقي دي الاستراتيجية رقم اثنين. طيب استراتيجية ثالثة بقى، استراتيجية ثلاثة، استراتيجية التنوع. استراتيجية التنوع. وتضم تلك الاستراتيجية الاستراتيجيات الفرعية التانية. وتضم الاستراتيجيات الفرعية التانية. ألف، استراتيجية التنوع المتراكز. استراتيجية التنوع المتراكز. ب، استراتيجية التنوع الأفقي. استراتيجية التنوع الأفقي. ج، استراتيجية التنوع المختلط. استراتيجية التنوع المختلط. طيب احنا كده عندنا ثلاث استراتيجيات، وكل استراتيجية لها ثلاث استراتيجيات فرعية أخرى. طيب انا بس هركز على النوع الاول اللي هو استراتيجيات النمو المكثف لانها مهمه، وهعرفكم من النمو التكاملي والنمو الايه المتنوع. اتفقنا؟ يبقى انا بس هنركز على استراتيجيات النمو الايه المكثف اللي هي تغلب في السوق وتطوير السوق وتطوير الايه المنتج. طيب نكتب نكمل، وسوف اقتصر في الدراسه على النوع الاول من تلك الاستراتيجيات فقط. استراتيجية مالوف حسين عنوان كده في وسط السطر، استراتيجية النمو المكثف. وهذه الاستراتيجية تضم ما يلي، وهذه الاستراتيجية تضم ما يلي. ألف، استراتيجية غزو واختراق السوق. ألف، استراتيجية غزو واختراق السوق أو التغلغل في السوق. أو التغلغل في السوق. نقطتين، حيث يمكن للشركة، حيث يمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية، حيث يمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية من خلال زيادة مبيعاتها الحالية في الأسواق الحالية، من خلال زيادة مبيعاتها الحالية في الأسواق الحالية. ركزوا معايا، مبيعات حالية في أسواق إيه حالية، مش مبيعات متوقعة ولا أسواق متوقعة، ها الاثنين حالية، مبيعات حالية وأسواق إيه حالية. طيب الصوت راح ليه يا دلال؟ راح خالص ولا طبعا بكل الناس؟ طيب عظيم. طيب الاستراتيجية الثانية، ب، استراتيجية تطوير السوق. استراتيجية تطوير السوق. ويمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية، ويمكن للشركة اتباع تلك الاستراتيجية من خلال توجيه منتجاتها الحالية. ركزوا معايا، من خلال توجيه منتجاتها الحالية في أسواق جديدة جغرافية، في أسواق جديدة جغرافية. طيب يبقى ايه الفرق بين الاستراتيجية الأولى اللي هي استراتيجية غزو واختراق السوق واستراتيجية تطوير السوق؟ استراتيجية غزو وتطوير السوق بنحاول ان احنا نزيد المبيعات بتاعتنا من المنتجات الحالية في الاسواق الحالية، خلاص. اما استراتيجية تطوير السوق بندفع او بنوجه منتجاتنا الحالية في اسواق ايه جديدة، هنا متغير جديد لان احنا تطوير السوق. طيب رقم ثلاثة، رقم سوري جيل رقم جيم، استراتيجية
استراتيجية تطوير المنتج. استراتيجية تطوير المنتج. وتستخدم تلك الاستراتيجية عندما تقوم الشركة بتطوير منتجات جديدة، لأنها تطوير إيه؟ تطوير منتج، يبقى لازم أدخل بمنتج جديد، ها؟ زي ما قلنا تطوير السوق، هدخل في سوق جديدة، ها؟ يبقى استراتيجية تطوير المنتج بتلجأ إليها الشركة عندما تقوم بتطوير الإيه؟ ألف، تطوير المنتج جديد ودفعه في الأسواق الإيه؟ الحالية. تطوير منتج جديد ودفعه في الأسواق الإيه؟ الحالية. أو تطوير منتج جديد، أو تطوير منتج جديد يلقى قبول من العملاء، أو تطوير منتج جديد يلقى قبول من العملاء. تمام؟ يبقى دول الثلاث إيه؟ استراتيجيات اللي إحنا هنعتمد عليهم إن شاء الله، اللي هي استراتيجية النمو، في استراتيجية النمو في المكثف. طيب، في حالة عملية بسيطة أوي وسهلة، وأنا هحاول أختصر لكم المعلومات اللي فيها في هذه الحالة العملية، لأنها مهمة جدا. هنكتب مع بعض الحالة العملية ثم نشوف المطلوب فيها إيه ونحاول نجاوب على المطلوب. طيب، حالة عملية بعنوان مؤسسة الرحاب. يعني هي نفس الحالة اللي أنا أعطيتها الترم الماضي واللي قبليه، ومش هغيرها، كنت ناوي أغير المعطيات بتاعتها، إن أنا هسيبها زي ما هي عشان الوقت لا يسمح يعني. فهناخدها زي ما هي، حالة عملية بعنوان مؤسسة الإيه؟ الرحاب. تقوم مؤسسة الرحاب بإنتاج غذاء الرحاب للأطفال. فصلا، وقد بلغت مبيعات المؤسسة خلال العام الماضي ما يقارب من 10 مليون ريال. فصل، ويفكر مدير المبيعات في المؤسسة في تصدير مسحوق غذاء الرحاب إلى لبنان. المدير بيفكر في ان هو يصدر هذا المنتج اللي هو مسحوق غذاء الاطفال اللي هو اللي اسمه الرحاب الى دوله ايه؟ لبنان. طيب، المطلوب 1، ما هي البيانات التي يجب جمعها عن سوق لبنان قبل التصدير؟ وما هي طرق جمعها؟ 2، المطلوب الثاني، هل ترى أن يكون توزيع مسحوق الرحاب توزيعا شاملا أم توزيعا انتقائيا؟ هل ترى أن يكون توزيع مسحوق الرحاب توزيعا شاملا أم توزيعا انتقائيا؟ يعني شامل في جميع أنحاء لبنان، ولا هننتقي مدن معينة وشوارع معينة نوزع فيها؟ هو ده السؤال، معنا السؤال يعني. السؤال الثالث والأخير في هذه الحالة، ما هي المشاكل التسويقية التي تواجه مؤسسة الرحاب عند التصدير؟ ما هي المشاكل التسويقية التي تواجه مؤسسة الرحاب عند التصدير؟ طيب، دول ثلاث حاجات هنجاوب عليهم. هنجاوب على النقطة الأولى اللي هي البيانات اللي احنا المفروض نجمعها عن سوق لبنان قبل التصدير. يبقى واحد، البيانات التي يجب جمعها
عن سوق لبنان اللي هي البيئة الخارجية. يعني في لو قلت لكم بقى يعني في الاختبار مثلا بدل ما اقول لكم تتمثل البيانات التي يجب جمعها عن سوق لبنان قبل التصدير في الآخر، شلت كلمة سوق لبنان وحطيت لكم البيئة الخارجية. فيها مشكلة، مش سوق لبنان دون بيئة خارجية ولا داخلية؟ خارجية. ها؟ فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. سواء قلت لكم سوق لبنان أو سوق مصر أو سوق سوريا أو البيئة الخارجية ورايح نفسي. يبقى هي يا ولد. تمام؟ طيب. يبقى المطلوب الأول البيانات التي يجب جمعها عن البيئة الخارجية أو سوق لبنان قبل التصدير ما يلي. ألف، بيانات عن تعداد المستهلكين. بيانات عن تعداد المستهلكين نقطة، وهذه البيانات ثانوية يمكن الحصول عليها. وهذه البيانات ثانوية يمكن الحصول عليها من مكاتب الإحصاء بلبنان. فده النوع الأول. ب، بيانات عن نسبة المواليد في لبنان. ب، بيانات عن نسبة المواليد في لبنان نقطة، وهذه البيانات أيضا ثانوية. وهذه البيانات أيضا ثانوية يمكن الحصول عليها من سجلات وزارة الصحة. وهذه البيانات أيضا ثانوية يمكن الحصول عليها من سجلات وزارة الصحة. جيم، بيانات عن الشركات المنافسة. بيانات عن الشركات المنافسة في لبنان، وهذه البيانات أيضا بيانات ثانوية. وهذه البيانات أيضا بيانات ثانوية يمكن الحصول عليها من الغرفة الصناعية التجارية بلبنان. يمكن الحصول عليها من الغرفة الصناعية التجارية بلبنان. النوع الآخر بقى دال الأخير، دال بيانات عن أذواق وعادات ودخول العملاء. بيانات عن أذواق وعادات ودخول العملاء نقطة، وهذه البيانات أولية يمكن الحصول عليها من خلال الاستبيان. بيانات عن أذواق وعادات ودخول العملاء، وهذه البيانات أولية يمكن الحصول عليها من خلال الاستبيان. يبقى أنا المطلوب الأول اللي هو البيانات اللي المفروض أجمعها عن البيئة الخارجية قبل ما أصدر. فأجمع أربع أنواع من البيانات. بيانات عن تعداد السكان، صح، لأن تعداد السكان فيه نسبة معينة بيبقى فيها مواليد. طيب، أيضا بيانات عن نسبة المواليد. طيب، أيضا بيانات عن الشركات المنافسة اللي هتنافسني هناك في لبنان. وأيضا بيانات عن أذواق وعادات ودخول المستهلكين. طيب، قلنا ان النوع الاول اللي هو الف وباء وجيم دي بيانات سنويه. اما النوع الرابع اللي هو اذواق وعادات ودخول المستهلكين دي بيانات اوليه بنحصل عليها من خلال الاستبيان. طيب، بعد كده السؤال الثاني كان بيقول مع السؤال الثاني، هل تفضل او هل يفضل ان يكون التوزيع شامل ام انتقائي؟ يعني يشمل كل لبنان ولا ننتقي مناطق معينه نوزع فيها الاول؟ طيب، يبقى المطلوب الثاني، هل يفضل ان يكون التوزيع شاملا ام انتقائيا؟ نقطتين. في البدايه يفضل ان يقتصر التوزيع، في البدايه يفضل ان يقتصر التوزيع في مدينه بيروت فقط. في مدينة بيروت فقط. يعني كده التوزيع هيبقى انتقائي مش شامل. تمام، انتقينا مدينة من لبنان اللي هي مدينة بيروت ونبدأ نوزع فيها. ده في البداية. في البداية يقتصر ان يكون التوزيع في مدينة بيروت فقط، وذلك لفترة محدودة. نبدأ بعدها اتباع الاسلوب الشامل. وذلك لفترة محدودة
نبدأ بعدها باتباع الأسلوب الإيه؟ الشامل إذا توفرت الشروط التالية. يبقى إحنا في البداية مش هنبدأ بالتوزيع الشامل، هنبدأ بالتوزيع الإيه؟ الانتقائي. هنختار مدينة واحدة بس من المدن اللبنانية ونبدأ نوزع فيها، اللي اخترناها اللي هي مدينة إيه؟ بيروت. وبعد فترة بقى، بعد إيه؟ ما تتحقق شرطين مهمين قوي عندنا، بعد ما تحققوا الشرطين دول هنتحول الى اسلوب التوزيع الايه الشامل. طب ايه هما الشرطين؟ يلا نكتبهم مع بعض. اذا توفرت الشروط الايه التاليه، الف اذا ثبت ان المسحوق قادر على مواجهه المنتجات المنافسه، اذا ثبت ان المسحوق هو مسحوق الرحاب يعني اللي احنا بنوزعه، اذا ثبت ان المسحوق قادر على مواجهة المنتجات الايه؟ المنافسة. ده أول شرط. لازم يكون المنتج بتاعنا قادر إن هو يواجه الايه؟ المنافسة. طيب، ألف، باء، سوري، رقم باء. إذا ثبت وتأكدنا من ولاء المستهلكين. إذا ثبت وتأكدنا من ولاء الايه؟ المستهلكين. للمسحوق وتمسكهم به. يبقى دول شرطين مهمين جدا عشان نتحول من التوزيع الانتقائي الى التوزيع الشامل. لازم توفر الايه؟ الشرطين دول. الشرط الاول ان المنتج بتاعنا يكون قادر على المنافسه. الشرط الثاني ان الناس المستهلكين متمسكين بهذا الايه؟ بهذا المنتج، يعني نشعر بانهم فعلا متمسكين بهذا الايه؟ المنتج. طيب نيجي بقى على المطلوب الثالث والأخير. نيجي نشوف المطلوب رقم ثلاثة والأخير. المطلوب الثالث والأخير بيقول أو بيسأل عن المشاكل التسويقية التي تواجه المؤسسة عند التطبيق. هل في مشاكل فعلا تسويقية هتواجهنا عندما نقوم بتسويق هذا المنتج في لبنان؟ هو ده الايه؟ المطلوب الرابع الثالث. المشاكل التسويقية التي تواجه المؤسسة عند التسويق هي كالتالي. ألف، المشكلة الأولى. ألف، المشكلة الأولى تكاليف النقل. تكاليف النقل التي سوف تأخذ في الارتفاع، التي سوف تأخذ في الارتفاع والتي سوف تنعكس على سعر بيئة المنتج. يعني زيادة تكاليف النقل دي مشكلة هتواجهنا أثناء الايه؟ الحملة التسويقية بتاعتنا. يبقى ألف، المشكلة الأولى زيادة تكاليف النقل والتي سوف تنعكس على سعر بيع الايه؟ المنتج. نقطة. ويمكن علاج ذلك من خلال، ويمكن علاج ذلك من خلال تحسين جودة المنتج، تحسين جودة المنتج وزيادة الحملة الإعلامية. يبقى أول مشكلة هتقابلنا، ركزوا معايا، أول مشكلة من المشاكل التسويقية، النقطة دي مهمة جدا، أول مشكلة هتواجهنا اللي هي زيادة تكاليف الإيه؟ النقل. طيب هنعالج المشكلة إزاي؟ ها؟ قولوا لي كده هنعالج المشكلة إزاي؟ عن طريق إيه؟ اكتبوا لي كده، شكلكم تايهين مني خالص. أيوه برافو يا عبير، هنحسن الجودة ونزيد الإيه؟ ها؟ نحسن الجودة ونزيد الحملة الإعلانية. تمام. طيب أنا عاوز كلكم تشتركوا معايا، مش عبير بس. تمام. معلش، هو لازم نستحمل لأن الوقت أزف بينا ونعرف إن وقت المحاضرة طويل. معلش يعني نستحمل مع بعض عشان إيه؟ يعني أنا ما رضيتش أعمل موعد ثالث عشان أوفر له في الوقت. فإحنا قلنا بالمرة إحنا موجودين نزود وقت المحاضرة ربع ساعة مش أكتر يعني. فمعلش أنتم معذورين وأنا برضو أكون العذر يعني. طيب يبقى أول مشكلة اللي هي مشكلة زيادة تكاليف النقل، وقلنا إن هنعالج المشكلة دي زي ما أختنا عبير قالت، إن إحنا هنحسن جودة المنتج وهنزود الحملة الإعلامية. طيب
المشكلة الثانية باب اختيار وسيلة الإعلان عن المنتج، اختيار وسيلة الإعلان عن المنتج والرقابة عليه. طيب المشكلة الثانية بعد زيادة تكاليف النقل، دي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية اللي هو إزاي نختار وسيلة الإعلان عن المنتج ونراقبها. اختيار وسيلة الإعلان عن المنتج والرقابة عليه. نقطة. ويمكن علاج تلك المشكلة عن طريق، ويمكن علاج تلك المشكلة عن طريق اختيار وسيلة إعلان وكالة إعلان سوري اختيار وكالة إعلان لبنانية، اختيار وكالة إعلان لبنانية هي التي تقوم بالإعلان والرقابة عليه، هي التي تقوم بالإعلان والرقابة عليه. يبقى المشكلة الثانية اللي بتواجهنا من المشاكل التسويقية اللي هو وسيلة الإعلان. طيب يبقى عشان نعالج المشكلة دي يبقى احنا نشوف وكالة إعلان لبنانية هي الأدرى بطبيعة الناس وأدرى بأي وسيلة هيتم الإعلان وفقا للمستهلكين الموجودين. يبقى هنختار وكالة إعلان لبنانية هي اللي تقوم بعملية الإعلان وهي اللي هتراقبه في نفس الوقت. طيب يبقى احنا عندنا مشكلتين كده، قلنا مشكلتين. أول مشكلة زيادة النقل، وهنعالجها عن طريق ان نحسن الجوده ونزود الاعلان. طيب المشكله الثانيه اللي هي اختيار وسيله الاعلان نفسها، وقلنا ان احنا هنختار وكاله اعلان لبنانيه هي اللي تقوم بهذه الايه العمليه. المشكله الثالثه والاخيره اللي هي مشكله الايه المنافسه، مشكله المنافسه، لان مش معقول احنا اللي هنبقى وحيدين في السوق اللبناني بننتج المنتج ده، اكيد هيبقى في شركات منافسه محلية وأجنبية أيضا. طيب يبقى المشكلة الثالثة مشكلة المنافسة الخارجية، المشكلة الثالثة مشكلة المنافسة الخارجية. نقطة. ويمكن علاج تلك المشكلة من خلال، ويمكن علاج تلك المشكلة من خلال تخفيض السعر بقدر الإمكان، تخفيض السعر بقدر الإمكان ورفع جودة المنتج، تخفيض السعر بقدر الإمكان ورفع جودة المنتج وزيادة الحملة الإعلامية. هم أربع حاجات: تخفيض السعر بقدر الإمكان ورفع جودة الإيه المنتج وزيادة الحملة الإعلامية، دول ثلاثة. ها الرابعة بقى وعدم التركيز على الربح في البداية، وعدم التركيز على الربح في البداية. يبقى دول أربع وسائل هواجه بهم المنافسة، إن أنا هخفض السعر، هرفع الجودة، هركز على الحملة الإعلامية أو أزيد الحملة الإعلامية، ثم مركزش على الإيه الربح في البداية. طيب الأخت بلال بتقول نزلوا اللقاءات على اليوتيوب، هل يا أخت عريش ممكن تنزليهم على اليوتيوب؟ إن كان ممكن يبقى أفضل عشان كل الناس يعني يحاولوا إنهم يذاكروا. طيب إذا كنت ذكرت الأخت عبير، الأخت عريش يعني ما تقدرش تنام، طيب خلاص هي تقدر إن شاء الله. خلاص ربنا يجزاك خير، وأنا بشكرك والله بالنيابة عن كل زملائك. طيب احنا كده انتهينا من الايه من الفصل الخامس. طيب في الوقت القصير المتبقي هناخد بعض الاسئله عشان نتاكد بس ايه، طبعا مش هنقدر نكمل الاسئله دلوقتي، بس هناخد بعض الاسئله البسيطه كده عشان نتاكد من مدى الايه من الفهم. طيب السؤال الاول، السؤال الأول بيقول التوزيع الشامل، السؤال الأول بيقول التوزيع الشامل يعني، ساعدوني في الإجابة، التوزيع الشامل يعني أن يتم توزيع المنتج
على جميع المناطق داخل الايه المدينة. التوزيع الشامل يعني أن يتم توزيع المنتج على جميع المناطق داخل الايه المدينة. خطأ عبير قال خطأ، صح الأول عبير رجع ايه عدل. طيب يبقى الإجابة على السؤال الأول ايه؟ خطأ، لأن التوزيع الشامل مش بنوزع على جميع المناطق، بنوزع على جميع المناطق داخل الايه الدولة، مش داخل الايه، مش داخل المدينة. طيب السؤال اللي بعده، يمكن اتباع استراتيجية تطوير المنتج. السؤال الثاني، السؤال الثاني، يمكن اتباع استراتيجية تطوير المنتج من خلال، يمكن اتباع استراتيجية تطوير المنتج من خلال تطوير منتجات جديدة في الأسواق الحالية. استراتيجية تطوير المنتج، لما أقول تطوير المنتج يبقى أنا، يبقى أنا هدخل بمنتجات جديدة. لما أقول تطوير السوق أخش أسواق إيه جديدة، خلاص زي ما اتفقنا. طيب إذا السؤال اللي هو الثاني بيقول يمكن اتباع استراتيجية تطوير المنتج من خلال تطوير منتجات جديدة في الأسواق الحالية. الإجابة صحيحة، الإجابة ألف صحيح، كويس، برافو عليك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يمكن مواجهة المنافسة، يمكن مواجهة المنافسة من خلال تخفيض السعر ورفع الجودة. ركزوا معي، أنا هواجه المنافسة، آخر حاجة أخذناها، آخر حاجة أخذناها في الفاصل. يمكن مواجهة المنافسة من خلال تخفيض السعر ورفع الجودة وزيادة الحملة الإعلامية. تخفيض السعر ورفع الجودة وزيادة الحملة الإيه الإعلامية. ألف صحيح وباء خطأ، ألف صحيح وباء خطأ، برافو عليكم. الإجابة إيه؟ صحيح، الإجابة صحيح. طيب السؤال اللي بعد كده اختيارات. طيب نأجل بقى، طيب يعني السؤال اللي جاي اختيارات، كفاية السؤالين اللي هم صح وخطأ دول، ونأجل بقى الأسئلة الخاصة بالاختيارات للمحاضرة القادمة، لأنكم شكلكم كده يعني فصلتوا معايا. ولا نكمل؟ نكمل؟ نكمل، طيب خلاص وهو كذلك. السؤال الرابع، تتمثل استراتيجيات النمو المكثف في الآتي. تتمثل، السؤال الرابع. نكمل يا عبد الرحمن؟ طيب إن شاء الله ربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله، الحياة كلها صعاب يعني. هنكمل، السؤال الرابع بيقول تتمثل استراتيجيات النمو المكثف في الآتي. عندنا ثلاث استراتيجيات فرعية لاستراتيجيات النمو المكثف، ها؟ طيب، ألف، استراتيجية التكامل الأمامي والخلفي. ألف، استراتيجية التكامل الأمامي والخلفي، هل استراتيجية التكامل الأمامي والخلفي تتبع استراتيجية النمو المكثف؟ لا طبعاً، برافو، ما شاء الله عليكم، كويس. باء، استراتيجية التنوع الأفقي والمختلط. باء، استراتيجية التنوع الأفقي والمختلط، برضو ما ينفعش؟ ما ينفعش، ماشي، برافو عليك، تمام. جيم، استراتيجية غزو وتطوير السوق، استراتيجيات غزو وتطوير الايه السوق، ما شاء الله ما شاء الله، تمام تمام، عائشة وهيا وعلا وعبير، كلكم ممتازين ما شاء الله. طب نكمل السؤال، دال استراتيجية التنوع المتراكز، استراتيجية التنوع المتراكز ما تنفعش. إذا الإجابة هي جيم، استراتيجية غزو وتطوير الإيه السوق، اللي هي جيم. طيب هنيجي بقى على السؤال اللي بعد كده، وهنتوقف عند السؤال رقم 5، نتوقف عنده ان شاء الله، ونستكمل في المحاضره الايه القادمه ان شاء الله تعالى.
وأيضا المحاضرة القادمة يوم الأحد الأسبوع القادم والاثنين هتكون أيضا ساعة خلاص، يعني ساعة لكل. طيب، وأنا شايف إن الأخت أريج نزلت ربنا يجزاها خير الموقع اللي هو عليه الإيه الملخص، ربنا يكرمك وأنا بشكرك جزيل الشكر يعني. طيب، حاولوا إن شاء الله تاخدوا هذا الموقع وتحاولوا تدخلوا عليه وتبدأوا تذاكروا إن شاء الله. يعني أنا مش هقفل معاكم، هسيبكم فترة على ما تكونوا نقلتوا هذا الإيه هذا الموقع. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.